اخوتي اخواتاتي في الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. اول حاجه رمضان مبارك كريم علينا وعليكم كاملين ان شاء الله. اول حاجه بغيت نشكركم كاملين على الاشتراكات ديالكم، كاملين على التفاعل ديالكم اللي درتو في الكومونتيرات في القناه، لان صراحه وحق الله الا تصدمت بزاف. من قبل واحد 15 يوم كانت القناه تقريبا فيها 1500 مشترك، صافي 1500 اللي كنا حنايا في القناه. فهاد 15 يوم استطعنا نوصلوا لواحد العدد ديال المشتركين اللي وصلنا تقريبا ما يفوق 4000 مشترك، يعني في 15 يوم فتنا 4000 مشترك، وهذا كيدل على المحتوى ديال القناه مزيان، كيدل على الثقه ديالكم فيا. شكرا لكم اخوتي بزاف بزاف على التفاعل ديالكم. وثاني حاجه قلبتوا لي الكونسيبت ديال لاشين ديالي كامل تقلب، يعني القناه تبدلات كامله. من قبل كانوا عدد المشاهدات كامل اللي كيجوني في القناه كانوا كيجيو من المغرب، يعني تقريبا 80% ديال المشاهدين كانت كتجي من المغرب، وكتبقى ديك 20% كتلقى فرنسا ايطاليان. دابا ولات تقريبا اكثر من 40% ديال المشاهدات كتجي من ايطاليان. خلال فهاد المده هادي تقلب الكونسيبت كامل، ولا نص المشاهدات ديال القناه كلها مغاربه اللي في ايطاليان. شكرا لكم بزاف خوتي على الدعم ديالكم، وشكرا للمغاربه اللي خارج ارض الوطن، اللي في بلجيكا، اللي في فرنسا، اللي في المانيا، اللي في اسبانيا، اللي في سويسرا، اللي كتابعنا في الولايات المتحده الامريكيه. رمضان مبارك كريم، وشكرا لخوتنا المغاربه اللي في المغرب، الله يسهل عليكم حتى نتوما خوتي. الفيديو هذا بغيت نوضح شي امور على ايطاليا، او بصريح العباره على الشعب الايطالي. بعد هذا الفيديو هذا ديال مغربيه جميله متشرده في ايطاليا، اللي لقى واحد عدد مشاهدات خياليه تقريبا قريب يوصل ل 100000 مشاهده، وكومونتيرات بزاف. شكرا اخوتي على الكومونتيرات اللي خليتو زوينين، قريتهم كاملين، وقريت بعض الكومونتيرات قلالين، يعني قلال على كما كنقولوا محسوبين على رؤوس الاصابع. هادشي علاش بغيت نفهم من هاد الناس هادو، واللي مازال ما فهمش يفهم مزيان. فهم كاينين شي وحدين تيقول لك حق الطاليان جيعانين، حق الطاليان عنصريين، حق الطاليان مكيبغيوناش. خويا او اختي بغيت نقول لك واحد الحاجه، ان الشعب الوحيد في اوروبا او لما خفت نقول في العالم كامل اللي كيعرف المغاربه اش كيسواو، الشعب الوحيد اللي يقدر يقول لك شنو كاين في المغرب، اش كيوقع في المغرب، هو عمرو ما مشى للمغرب. الشعب الوحيد اللي ما فيهش العنصريه هما الطاليان. سير لاسبانيا ولا سير لفرنسا ولا سير لالمانيا وشوف بحالاش كيتعاملوا مع المغاربه. سير شوف بحالاش كيتعاملوا في اسبانيا مثلا. انا عشت في اسبانيا، في اسبانيا كيعيط لك المورو، المورو كلمه خايبه بحال كلمه استهزائيه، كيستهزئ بك. سير مثلا لالمانيا، المانيا كيعيطوا اوسلاندا، اوسلاندا باللغه الالمانيه هي مثلا من الارض، كتسمى دويتشلاند، كاين دويتشلاند يعني دويتشلاند راه هي جيرماني، دويتشلاند المعنى ديالها دويتش لاند يعني ارض الالمان. كيقول لك اوسلاندا يعني انت خارج من ديك الارض، هادشي كيسميو الاجانب خارج من الارض. حنا هاد الارض ديال الالمان حنا عايشين فيها، وانت باقي خارج من الارض اوسلاندا. طاليان لا خوتي، في طاليان كيعيطوا لينا ماروكينو، ماروكينو المعنى ديالها مغربي عادي، ما يقولكش مورو ولا يقولك اوسلاندا ولا يقولك شي حاجه اخرى. سير مثلا في الاوبان، انا كانت كتوقع ليا في المانيا، كنركب في الاوبان، الاوبان هو بالالمانيا هو مترو الانفاق، كتركب في الاوبان كتجي تجلس حدا شي وحده في الكرسي، كتشوف فيك هكا كتبان ليها فاتشه ديال مغربي ولا عربي، كتنوض ديك الساعات من حداك كتمشي تحول. هادي فيها واحد المعنى ديال العنصريه. سير الطاليان في التران مثلا، ركب في التران ولا ركب في مترو الانفاق ولا ركب في التراموي ولا شي، تجي كتقول لها بوزو سوريلا، كتقول لك سي، يعني واش نقدر نجلس، كتقول لك سي، وتجلس معاك وعادي وتهضروا وداكشي، ما كاينش شي فرق. من كيجي العنصريه، العنصريه خوتي راه شنو نقول لكم، الطاليان راه ماشي كاملين ما كيحملوناش، راه كاين واحد الجزء قليل اللي ما كيبغيناش قليل، هما الاغلبيه ديال الطاليان عايشين معاهم خوت الحمد لله، ما كيكرهونا ما حتى شي حاجه. وعلاش هما اغلبيه كيكرهونا؟ حيت حنايا اللي خليناهم يكرهونا، حيت كيقول لك حوته وحده كتخنز الشوارع، اش هاد حوته وحده كتخنز الشوارع. مين كتشوف دابا مغربي جاي كاري عند طالياني، كرا دار عند طالياني، خلصوا الشهر الاول، خلصوا الشهر الثاني، من بعد بدا تيديروا دوك القوالب ديال المغرب، ما بقاش كيخلصوا اسمح لي ما عنديش حتى الشهر الجاي. كيولي الطالياني مجاري هو داك المغربي في المحاكم، اش كيدير داك الطالياني؟ كيمشي عند دارو، كيمشي عند ولادو، عند مرتو، داك المغربي كوالو ماروكينو نون باغاري، ما راه ما خلصناش، كينوضو ولادو يقولوها لصحابو، صحابو تيقولو هي كتنتشر، راه المغاربه ما كيخلصوش لك، راه كدور. مثلا عاوتاني كيجي شي مغربي كتيق فيه طاليانيه، هادشي راه كان شحال هذا، هما دابا راه الطاليانيه صعيب باش تطيح طاليانيه، صعيب باش تصيد طاليانيه، شتي؟ يعني باش تصاحب مع طاليانيه وتعيش معاها وهاديك ولات صعيب بزاف. واش حال هادي كانوا كيتيقوا فينا؟ كان كيجي مغربي كتيق فيه طاليانيه، كتزوج به، كيدير الاوراق، كيخوي، ياخذ الاوراق كيقلب عليها، كتمشي كتمشي عند صحاباتها كتقول لها ما راه درت فيه الثقه وحبيته، هادي في الاخر خوابيه. كيوليو صحاباتها كيمشيو يقولوها لصحاباتها، وصحابات صحاب صحاباتها، وهي دايره الهضره بحال هكا، راه مغربي، ما كيقولوش مغربي، راه المغاربه راه كيتزوجوا بالطاليانيات، ياخذوا الاوراق وكيقلبوا عليهم.
على كتوسخ السمعه ديالنا حنايا. مثلا غنعاود لكم انا واحده وقعت معايا، اقسم لكم بالله وعمري ما كذبت عليكم وحق الله العظيم، والرمضان هذا لا كذبت عليكم بغيت ربي يعطيني مصيبه والله. هذه وقعت معايا انا في السيمانه الاولى فاش جيت للطاليان. تعرفت في الفيسبوك على واحد الطاليانيه ساكنه في الفيلاج اللي كنت انا ساكن فيه. انا كنت ساكن في الجويا ديال كولي، الجويا ديال كولي قريبه تابعه للبوليا، يعني تابعه للجهه ديال الباري، النواحي ديال الباري. هذيك السيمانه تعرفت عليها في الفيسبوك. انا معاك انت، انا ساكن في اسبانيا، كنهضر ديك الساعه الاسبانيه، كنهضر معها بالاسبانيه شويه كيفهمونا، حيت هما في الطاليان الا هضرتي معاهم بالسبليونيه كيفهموك، باش غيجاوبوك بالطاليان ما غتفهمش انت، حيت بالسبليونيه والطاليانيه قريبه تقريبا اللغات. بحال مثلا نعطيكم مثال، تشيبولا، تشيبولا هي البصله، بالاسبانيه سيبويا، بحال بحال دوي دوس سيمانا سيتيمانا، كاين بزاف ديال الكلمات اللي متشابهين بالاسبانيه مع الايطاليه، سابادو سابادو. ما عليناش، انا قلت لها راني اسباني، بدات كتسولني دو في ساي منين نتايا، قلت لها انا سبليوني، حيت انا عارف السمعه ديال المغاربه خايبه تما بزاف، قلت لها انا سبليوني من سبليون. صافي قالت لي واش انت في جويا ديال كولي؟ قلت لها سيت انا من جويا ديال كولي. هي بوحدها عرضت عليا، قالت لي نديرو شي قهوه في العشيه نمشيو نتقهوا. قلت لها صافي. خرجت انا وياها، تقهوينا انا وياها، سميتها ريبيكا باقا صغيره، تقهوينا امور دازت مزيانه. ديك السيمانه دايزه زوينه انا وياها، كنخرجوا ندورو من هنا. من بعد انا كنت كنخرج مع المغاربه في الشارع، كنخرج ثلاثه المغاربه اربعه، خصني نخرج معاهم باش يوريوني الزناقي باقي جديد، يفهموني كيفاش. كندور من هنا، ضربات عليا، شافتني من البعيد، جيت للدار صيفط عليا ميساج في الواتساب، شنو كاتبه ليا؟ بوجاردو، بوجاردو يعني معنى ديالها كذاب. قلت ليها شنو بوجاردو؟ علاش بوجاردو؟ قالت ليا انت يا كذاب، انت مغربي وقلتي ليا صبليوني. لا باش عرفتي؟ قالت لي صافي شفتك كتمشى مع المغاربه وكتهضر معاهم، وصحاباتي قالوا لي هذوك راهم مغاربه وحتى هو مغربي، علاش كذبتي عليا؟ قالت لي، قالت لي صافي انت كذاب. ديك الساعات بلوكاتني من الفيسبوك، بلوكاتني من الواتساب، كلشي، مع العلم انني ما درت معها حتى شي حاجه خايبه. ديك السيمانه دوزت معها زوينه وضاحكين ناشطين، ما درت حتى شي حاجه خايبه معها. يعني هذه مين قالت لي بوجارد يعني كذاب، يعني ديجا شي مغربي دوزها عليها مش حال هذه، ولا سامعه مع عند صحاباتها شي مغربي دار مع شي حاجه مع شي صاحبتها. هذا هو المشكل اللي كنلقاو حنايا. ثاني حاجه غادي نعاود لكم علاش، هذه في الخدمه، انا خدامين في الطاليان مع واحد الفلاح، واحد الباترون سميتو توماسو، كنخدموا معاه. حنا 8 ديال المغاربه ومعانا 4 ديال الطاليانيين، فيهم عيالات ورجال 4. باش حنا خايبين؟ اول حاجه حنا باش خايبين؟ دابا حنا 8 ديال المغاربه كنخدموا في العنب، كنخدموا في، عطينا الباترون كل صف ديال الشجر العنب يشدوه جوج مغاربه، كتلقى الفيرما كبيره فيها الصفوف طوال، كل صف انا نقدر نقول لكم شي كيلومتر ديال الطول فيه، كيشدوه جوج مغاربه من الراس حتى الراس، من يساليو هذاك الصف كينتقلوا لصف اخر عاود ثاني. المهم كل الشجر كل صف عليه جوج. حنا 8 ديال المغاربه، سمعوا اخوتي، حنا 8 في السكوادرا ديالنا، السكوادرا بالطاليانيه هي الفرقه، حنا 8 والطاليانيين 4. تصوروا اخوتي الا دوك 4 ديال الطاليانيين كيسبقوا دوك 8 ديال المغاربه، كيسبقونا هما غير 4 قلال، كيسبقونا حنا اللي 8 بي 8 بينا. علاش؟ قولوا لي علاش؟ حيت حنا ما عندناش داكشي ديال التفاهم والاتحاد ونتفاهموا بيناتنا. اش كيديروا؟ حنا مين كنساليو مثلا شي واحد، شي مغربي كيسالي هو الاول الصف ديالو كيمشي للصف الثاني، هما اش كيديروا؟ هما مين كيسالي شي واحد فيهم بكري كيسالي الصف ديالو كيمشي يعاون الطلياني الاخر اللي باقي معطل، كيمشيش ينتقل للصف الاخر، كيمشي للصف ديال الطلياني صاحبو اللي باقي معطل، كيمشي حتى هو يعاونو. دونك ملي كيعاونو كيسربيو بالزربه كيمشيو للصف اخر. حنا لا، حنا كيشوف مغربي سالا خدمته كيمشي للصف يخلي صاحبو معطل. هما هكا باش كيسبقونا، وراه بحال هكا هما علاش متطورين؟ متطورين حيت عندهم اتحاد كيتعاونوا بعضياتهم، حنا كنبقاو اللور اللور حيت كل واحد كيضرب على راسو، ما كنعاونوش بعضياتنا. سو هادي وقعت لينا حنا في الطاليان. دابا حنا خدامين في العنب، كاينه في هذيك الفيرما ديال العنب، كلها فيرما ديال العنب، كلها عنب، كاينه شجره وحده ديال المشماش، وهذيك الشجره مشماش بلدي، هذيك الشجره داك الباترون الطلياني ما كيبيعهاش، مخليها حتى تكبر وتولي صالحه للماكله، كيهزها كيقطفها وكيديها لدارو ياكلها مع ولادو، ما كيبيعهاش، ديك الشجره الوحيده اللي كاينه. حنا طايق هذاك الكابو ديالنا، الكابو ديالنا يعني الشاف ديالنا مغربي، مغربي الشاف ديالنا هو اللي كيقول لنا هزو ديرو فعلو هذيك، كيبقى يقول لنا ممكن نبغيو نشارجيو في الصنادق في الكاميون، كيبقى يقول لنا داك المغربي يلاه هز 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 هز، زعما هزو الصنادق. داك الطلياني كيسمع ديك هز هز، جا عند الباترون، جا عند الكابو، قال له اش كتعني هاد هز هز؟ ما عرفش ينطقها، قال له اش كتعني زز زز زز؟
قال له داك المغربي قال له هز هز يعني كاريكي كاريكاري فهمتي يعني شارجيو. الطالياني ما عرفش ينطقها ولا كيعيط لينا حنا غير زوز 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 اللي كنبغيو نشارجيو. كيجي الطالياني كيقول لنا زوز 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 كنقول له راه هز ماشي زوز كيقول لنا زوز ما عرفش ينطق ديك هز. مع المده دازت واحد الايام ديك الشجره كبرات لغد ليه جا الطالياني باغي يشوف ديك الشجره كيلقاها ما كايناش داك المشماش كامل مشى. جا عند الكابو جا عند المغربي الشاف قال له ابديل مع داك الشاف ديالنا سميتو عبد الخالق كيعيط له ابديل. ديديكاس ليك خويا عبد الخالق اللي كنتي كتشوفنا من هنايا احسن عبد الخالق. قال له ابديل فيني كوا قال له فين هو المشماش قال له المشماش زوت زوت زعما واش تهز قال له نولوسو ما عرفتش مغاربه قال له مالي هزوه قال له زعما زوت زوت مغاربه قال له ماروكيني زوت زوت زعما واش المغاربه هزوا المشماش. وفعلا راه المغاربه هما اللي سرقوا داك المشماش خلاوه تاغفلوا هزوا داك المشماش كامل وداو للدار. عاد ما كتشوف مثلا كيشوف ان المغاربه الطاليان ما يهزوش هما معنا حنا الطاليان ما يهزوش داكشي. جاو المغاربه شفوا داك المشماش كامل داو لديارهم السيد جا باش يدي المشماش ديالو للدار لقاه ما كاينش. واخا هكاك واخا هادشي هذا اللي كيوقع عايشين معانا مزيان ويا صافي استانسوا هما ولفوا هادشي ديال المغاربه. وراه من قديم الزمن المغاربه في الطاليان ولفوا علينا جدي الله يرحمه في 1961 جا للطاليان. في 1961 كان جا للطاليان وخدم كان كيبيع في السوق ديال بورتا بالاس تورينو دوز شي اعوام تما ومن بعد ما عجبوش الحال ورجع بحالاتو. عارفين اش كنسواو تصور اخوتي هاد التصويره هادي اقسم لكم بالله التصويره من العام فايت هادي التصويره كنتهضر تعاود لكم هادي في رمضان العام فايت ملي كيقرب الفطور كتبقى ديك شي ساعات المكانه نص ساعه اش كندير كنجي انا كنجلس في هاد الكراسه هادو. هاد الكراسه مقابلين مع البحر هاد البلاصه هادي في مولا دي باري في المولا دي باري كنجلس كنتقابل مع الباطوات كنشوف البحر حتى تتقرب الوقيته ديال الاذان. الاذان ما كتودنش عندنا حنا ديك الورقه عاطيها لنا فهمتي القنصليه عطيها لينا كنشوفوا الاذان مع 7:30 8 كنبقى حتى توصل الوقيته ديال الفطور وكنمشي بحالاتي للدار باش كنفطر يعني كنجيب المغرب كنتسنى المغرب. فهاد التصويره انا جالس في هاد الكرسي هذا جاو جلسوا حدايا ثلاثه ديال الطاليانيات شيبانيات كبار في العمر جلسوا فتحوا كرطونه ديال البيتزا كل وحده خدات طرف طرف طرف. انا جاو عندي بحال هكا قالوا لي تشاو تشاو ادوا لي طرف. قلت لهم سمحوا لي ما نقدرش قلت لهم فاتوره رمضان ماروكينو قلت لها سي ماروكينو عارفين. قالت شنو قالت لي قسما بالله الا ديك خيتي حدايا قالت لي باقى لكم 3 ايام ويسالي رمضان يعني يجي العيد الكبير. قلت لها بحالاش عرفتي باقى لنا 3 ايام ويجي العيد ويجي العيد الصغير. قالت لي راه عارفاكم راه عندي جارتي مغربيه وعارفه هادشي كامل يعني شوفوا عارفين حتى العيد الكبير والعيد الصغير فوقاش غيجي وعارفين التواريخ ديال الاعياد ديالنا كاملين كيعرفوناش كنسواو كاملين. فرمضان عاوتاني فرمضان راه كتفوت راه في الطاليان راه كتفوت بالليل يعني 12 الليل الفوق راه كتبقى الحملات ديال البوليس كارابينيري كيدورو كيوقفوا بنادم اجنتا. فرمضان تصوروا والله ما كيشوفوا مغربي مع جوج ديال الليل ثلاثه ديال الليل ما كيوقفوش. علاش؟ حيت عارفين المغاربه في رمضان كيتعطلوا عارفين الطقوس ديالنا عارفين حنا بالليل كنبقاو سهرانين. حنا كنجلسوا في واحد البيازا بالليل واحد البيازا كنجلسوا كنبقاو نلعبوا الرامي نلعبوا الدومينو حتى تقرب وقيته ديال السحور وكنمشيو بحالاتنا. وكيدوزوا من حدانا الصافيطات ديال الكارابينيري بزاف كيدوزوا كيشوفونا باقين بالليل جالسين مع ثلاثة الليل واقفين مجمعين ما كيوقفوناش. عارفين المغاربه عارفين راه رمضان حنا كنتعطلوا فيه بالليل كنبقاو ضايعين في الشوارع. هادي العيد الكبير عاوتاني في العيد الكبير كتلقى مغربي مثلا كيدبح كيشوي مهبط ساكن في شي عماره كيهبط الطالياني ساكن تحت منه كيهبط له تبصيل ديال الشوا. عارفين الاعياد ديالنا مسانسين معانا ما فاش نقول لكم هذوك راه انا كنعتبرهم بحال خوتنا. هاد الشعب الطالياني كنعتبرهم بحال خوتنا حق الله العظيم يعني صافي راه بقات بيناتنا غير اللغه خاصهم غير اللغه المغربيه وتسموتهم هما مغاربه. فوقاش غتحك بالطاليان حتى تخدم معاهم من تخدم مع الطاليانيين عاد غتعرفهم كيفاش هما دايرين. انا فاش كنخدم في البحر كنبيع ونشري في الصيف كنت في واحد المدينه سميتها كاستالانيتا مارينا كنت خدام فيها كنبيع هادشي ديال كيالي كابيلي كوستومي كنبيع هادشي اي حاجه متعلقه الارتيكول المتعلقين بالسبياجا داك المسائل كنمشي كنخدم فيها. وتصور ملي كيعيط ليا شي طالياني كيقول ليا اجي باش يشري من عندي في البحر تاتي يتفاهم معايا بعد لما تفاهمش معايا ما شراش من عندي هانيه شرا من عندي صافي كنتفاهموا انا وياه. وحق الله كتلقى كيجب كيفتح ديك الثلاجه ديال البحر كيمثل ليا قرعه ديال المناضه ها كيشوفني عرقان وصاد وفهمتو بتمارات الخدمه كاين اللي يقول لي يمد لك طرف ديال الفوكاتشا كاين اللي يعطيك طرف ديال البيتزا واخا ما يشريش من عندك كيشوفك فهمتي كضرب تماره كيجبد هاك تشرب خاصك شي حاجه يتعاونوا معاك الناس كيتعاون كيسهلوا معاك كيديروا معاك كل شيء اي حاجه بغيتيها الناس كتعامل معاك كنبيع ونشري معاهم ما خاصني خير معاهم قسما بالله. راه حنا
اللي كنخليو بلاصتنا خايبه قسما بالله. ماشي هنا كاين شي هرقاوه، انا نهضر على هاد الهرقاوه هادو هرقاوه، راه كاينين شي وحدين كيبداو يكومونطي. المشكله انت عايش في طاليان وما عارفش حتى الدياليكت ديال الجنوب مع الشمال. بحال واحد قال لك بوناس، ما كنقولوش بوناسيراتا كنقولو بوناسيرا صافي. حشومه لما كنتي عايش في طاليان مده وما عارفش بوناسيراتا كتقال في الجنوب، راه الجنوب ماشي هو الشمال، راه اللغه ديال الشمال بوحدها واللغه ديال الجنوب بوحدها. عطيك مثال في المغرب، واش اللغه ديال طنجاوه هي اللغه ديال الصحراوه ديال الجنوب؟ واش السوسيه ديال اكادير هي اللغه ديال دكاله والناس ديال كازا؟ راه كاين فرق، راه هضره مختلفه، راه في الشمال ماشي هي هضره ديال الجنوب. الجنوب عطيك مثال كنقولوا حنا واليو، واليو واش كاين في الجنوب؟ واليو 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 كي دمرت، واليو كي دمرت، واليو كتعني واخويا، اخويا واليو يعني اخويا كتعني باللهجه. الشمال ما كايناش هذه الكلمات، المصطلح ما غتسمعوا ما غتفهموش. كي دمرت كي دمرت هذه كلمه خايبه ما نقدرش نشرحها لكم. كاينه ماناغاتي 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 ما كتقولش في الشمال، كتقال هذه الكلمه غير في الجنوب. ماناغاتي المعنى ديالها هي بحال كنقولوا حنا بالمغربيه اويلي عليك، فهمتي؟ اويلي هذه المعنى. يعني هذه اللغه هذه راه ما كايناش في الشمال، خاصك تكون فاهم هذه الهضره هذه. الدياليكت ديال الجنوب راه ماشي ديال الشمال. يعني حاجه راه اللغه، نزيدك واحد الحاجه، راه اللغه ديال نابولي ديالك ديال نابولي راه والله واخا تكون 20 عام وانت ساكن في الطاليان راه والله لا فهمتي كلمه فيها. اللغه ديالهم بحال الشلحه ما تفهم فيها والو. هذه واحد النقطه صح، حتى لشي وحده اللي ما كيعرفوش كيقول لك ما كنقولوش بوناسيرا بوناسيراتا. بوناسيراتا كتقال في الجنوب، الناس ديال الجنوب كيقولوا بوناسيراتا ما كيقولوش بوناسيرا. بوناسيرا كتقال غير في الشمال. اوكي ابوستو الطاليانيين عاوتاني خصكم تعرفوا ان الشعب الطالياني واحد الشعب اللي عزيز عليه الهضره بزاف، يعني واحد الشعب ترتار. علاش غنقولوا ترتار؟ يعني خاصو غير يهضر. بحال واحد المره انا طلعت في التران، وهذاك التران ريجيونالي، يعني ماشي شي تران اللي فريتشا روسا ولا فريتشا بيانكا ولا ارجنتو ولا ايطالو مثلا. طلعت فيه جلست بحال هكا شويه، طلعت واحد الطاليانيه جلست حدا طاليانيه اخرى حداها ما كتعرفهاش، هي تقول لها كويستو ترينو ريجيونالي، كويستو قالت لها كويستو ترينو ريجيونالي، الاخرى قالت لها سي هو راه باين ريجيونالي. الريجيونالي كيكون باين بحال اش داير ريجيونالي، معروف الريجيونالي. هي علاش قالت ليها واش هذا تران ريجيونالي بالعاني باش الاخرى تقول ليها سي، باش يبداو يهضروا يجمعوا في الهضره طا 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 فين غاديه فين هادي، بداو يجمعوا. بغات تجبدها غير بهذه الكلمه ديال واش هذا، هي راه عارفه ريجيونالي. انا قلت لها بخاطري واش فريتشا روسا هذه راكبه فيها، راه باين ريجيونالي كله مقرقش غير باش جبد. ونخليكم في هذا الفيديو هذا وسمعوا مزيان، انا غادي نحاول نزيد الصوت مزيان ديال هذا الفيديو هذا، وسمعوا هذا الكار مبلبل راكب انا في الكار مبلبل بالهضره، شي ما كيعرفش ولكن كيجمعوا بعضياتهم. ها انتم راه كتلقى وحده جالسه مع وحده ما كتعرفهاش وكيهضروا باغيين غير يهضروا. الشعب الطالياني عزيز عليه الهضره، عزيز عليه يجمع بزاف، فهمتي بحالاش؟ ها انتم سمعوا اخوتي. Fatta scena, fatta. Abbiamo fissi diversi, Gianpaolo da Messina, Ciao ragazzi. Bene. Aspetta. انا عاود لكم هذه باش اخر حاجه باش غادي نسد هذا الموضوع هذا. وقعت لي انا صراحه، وقعت معايا انا باش تعرفوا الشعب كيفاش داير. غنعطيكم واحد القصه وقعت معايا باش نتوما حكموا. كي وصلت للبحر في شهر 7 ديال العام فايت، دخلت كنبيع في البحر كما قلت لكم، كنبيع الكوستومين، بيع نظاظر باش اي حاجه كنبيعها في البحر، سوكا مانو حتى هي كنبيعها، فوطات. داير كروسه في البحر كنبيع، كندفع ديك الكروسه وفيها كاع لي زارتيكل اللي كنبيعهم انا محطهم تما. بنهار كندفع الكروسه في البحر، بالليل كنهز كنحط في اللونغوماري، يعني في لاكوت في الشارع كنحط شويه السلعه كنحطها، يعني خدام بالليل وبنهار. انا تعرفت على واحد الطاليانيه في داك الشهر، تعرفت عليها ما تعرفتش عليها في البحر، تعرفت عليها بالليل في الشارع. كنسالي الخدمه كندور في الشارع، نمشي للديسكوتيك ندور من هنا بحالي بحال كايتها الناس. عرفت على واحد الطاليانيه، مهم سلام سلام هادي من هنا، بقات كتسولني فاش خدام، منين نتايا منين هادي. قلت لها انا مغربي ماروكينو، قالت لي فاش كتخدم؟ قلت لها انا راه ما ساكنش في الطاليان، حيت فهمتي ما بغيتش نقول لها، فخفت نقول لها انا كنبيع في البحر داير كروسه وكندير فراشه،
خفت فهمتي تقلب عليا وجهها، حيت هادشي هذا بقى فينا حنايا من البلاد، بقى فينا هادشي لاصق فينا. يعني انا نهضروا صراحه، ملي كتجي شي بنت مثلا كتقول لها انا خدام مثلا بناي ولا خدام عند فراشه، تقدر تخوي بيك فهمتي، تقول لك لا اسمح لي ما بغيتش، انا باغي واحد مهندس، انا باغي واحد طبيب، انا باغي واحد خدام مزيان. كتقلب عليك، هذه بالتجربه، هذه راه كتشوف شي بنت كتصاحب انت وياها في المره الاولى، كتبداو تعرفوا في الايامات الاولى، غير كتعرفك ما خدامش ولا عندك شي خدمه عيانه، كتقلب عليك خاصها شي حاجه مزيانه. هادشي هذا هو اللي بقى لاصق فينا حنايا، ودينا معنا هذه الفكره هذه، ديناها لاوروبا، ولينا حنا خايفين هادشي. ولكن في الايامات الاولى ملي كتجي لاوروبا كتبقى لاصقه فيك هذه الافكار هادو. انا خفت نقول لها داير فراشه في البحر وكندفع كروسه، خفت تقلب عليا صراحه. قلت لها انا جاي سائح، انا غير سائح، كنسكن في المانيا وجاي توريست انا هنايا ندوز الصيف ديالي صافي. بقات بحال هكا، مع العلم انني سولتها قلت لها شمن بلاصه كتبحري نتيا. علاش انا سولتها هذا السؤال هذا؟ باش نعرف البلاصه اللي كتجلس فيها هي في البحر، ما نمشيش ليها انا بالكروسه. اللي كانت كتبحر هي في هذه الجهه هذه، انا غنمشي للجهه الاخرى نبيع ونشري فيها باش ما تشوفنيش بالكروسه. وفعلا انا كنت ديما كنيفيتي واحد البلاصه ما كنجيش ليها، حيت كنلقاها هي فيها كتبحر، وكنمشي للجهه اخرى كنبيع فيها. وبالليل كنتلاقى انا وياها، كتسولني كتقول لي ماش كتجيش للبحر ما كتجيش، كنقول لها لا انا راه ساكن في واحد الاوتيل سميتو تيكوس، واحد الاوتيل 5 كيطوال كبير معروف تيكوس. قلت لها راه عندنا حنا لابيسين ديالنا تما، وعندنا الليدو ديالنا كنمشيو له، كيهزونا بالترونسبور فهمتي، كيديونا لواحد البلاصه بعيده شويه سميتها جينوزا مارينا، تما فين كنتبحر، ما كنهبطوش نتبحروا هنايا صافي. بقات غاديه من الايام كنتلاقى انا وياها غير بالليل صافي، كنتلاقاو فهمتي ندورو نتعارفو. واحد النهار قلبات عليا قالت لي انت كتكذب عليا باينه، فاش خدام؟ عيب ليا فاش خدام، انت ديما عندك الفلوس لاباس عليك، كتلبس مزيان وساكن في اوتيل 5 ايطوال، قول ليا فاش كتخدم نتايا، انت خدام شي حاجه ومخبي عليا شي حاجه؟ قلت لها ما كنكذبش عليك، راه هادشي اللي قلت لك. قالت لي متاكد؟ قلت لها اه متاكد. واحد النهار اخوتي تصوروا كيقول لك راه يقول لك الكذاب راه كيحصل كيحصل، غادي انا دافع ديك الكروسه ودافع والشمس ضاربه فيا والعرق، تنتلاقى انا وياها، تنتلاقى انا وياها فاس فاس. والمشكله ماشي غير هي، معها صحاباتها بزاف تنتلاقى معاهم. ناري اخوتي شوقع عليا ديك اللحظه، تشوكيت صافي، عرفتي شنو مع دافع الكروسه فهمتي، وداك الروينه وعتي دارت فيا، ها انا دارت فيها صافي، تصدمت قلت هنا غتسد عليا في خاطره غدير عليا كرو. عرفتي شنو وقع اخوتي؟ شافتني جار ديك الكروسه بحال هكا جرها ورايا، وجات كتجري عندي، جات كتجري وكتعنقني، وحق الله العظيم كتعنق فيا، وقالت لي اسمح لي بزاف، قالت لي راه كنت كنسحب لك، انت كتبيع في الدروقه ولا كتبيع في حاجه ديال الحرام عندك الفلوس، اسمح لي بزاف كنت غالطه فيك وهادي. قلت لها راني خفت نقول لك كنخدم في كروسه وهادي وتقلبي عليا. قالت لي لا بالعكس عزيز عليا، انا الراجل اللي يكون كيدمر كيضرب تمار عزيز عليا، هذا الراجل هو اللي عزيز عليا، المهم واش كتجيب الفلوس؟ قلت لها اه خدام. قلت لها اه. قالت لي ما كيهمنيش فاش كتخدم، المهم خاصك تكون غير خدمه في الحلال وكتجيب بها الفلوس. قالت لي انا ما فريغاني انت، قالت لي كيهمنيش، قالت لي حق الله العظيم. قالت لي فرحت بزاف ملي لقيتك هكا جار كروسه وكتخدم بالحلال. كاين الناس بزاف اللي مشاو في الطاليان ومشاو لسويسرا وسهل عليهم الله، خدامين مزيان في سويسرا كيصوروا الفلوس في سويسرا، ولكن ما لقاوش داك الجو اللي كانوا عايشينه في ايطاليا، جو شعبي. الطاليان فيها واحد الجو شعبي، غتحس براسك راك بحال في المغرب، النظره اللي كاينين المغاربه بزاف، كاينين منتوجات كيتباعوا في الطاليان هنا ديال المغرب، كاين شحال من حاجه كتباع في في الطاليان ديال المغرب، غتلقى الطواجن كيتباع، وغتلقى المسمن، غتلقى اي حاجه متعلقه بالمغرب كتجي هذيك السلعه كامله، كيجيو في الكيران كيجيبوها للطاليان، اي حاجه النعناع، والنعناع كيجي من المغرب كيجي في الكار كيجي للطاليان، قسما بالله غتحس براسك ماشي في الغربه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه راني كيسولوني، انا عايش 3 سنين تقريبا في ايطاليا، ما عندي حتى ورقه معاهم، حتى ورقه ما عندي معاهم، عندي هذه الورقه هذه اللي كتشوفوا هي هذه اللي كنكسب، هذه ديال الفلوس، هذه صيفط تويستر يونيون الفلوس لدارنا. غتسولوني انت ما عندك حتى ورقه وكيفاش صيفطتي الفلوس للمغرب بتويستر يونيون؟ نقول لكم انا كنت شحال هذه في النمسا، ديجا كنت في النمسا في أستريا، كنت قدمت طلب ديال اللجوء. ملي كتقدم طلب ديال اللجوء في النمسا كيعطيوك هاد الاوراق هادو، يعني هاد الاوراق ماشي اوراق ديال اللجوء، هادو كاوراق بروفيزوار يعني مؤقتين، هاد الاوراق هادو دور بهم مع البوليس وداكشي، بينما درسنا الطلب ديالك واش نقبلوا لك اللجوء ولا ما نقبلوهش لك، يعني كيعطيوك واحد الاوراق باش دور بهم. انا هاد الاوراق كي خديتهم مشيت بحالاتي، انا
فهمتي، بقاو عندي فهمتي، ما رجعت سولت على اللجوء، انا عارف ما غيقبلوش ليا اللجوء، فهمتي، بقاو عندي في جيبي. واحد النهار بغيت نصيفط الفلوس للدار، فهمتي، قلت ارا نجرب هاد الاوراق واش غينفعوا في ويستر يونيون. صوت عطيتها ليهم، عطيت هذيك خيتي اللي في ويستر يونيون، عطيتها هذوك الاوراق، قالت لي هادو مالو، قلت لها الاوراق ديال لازيل هادو. صافي قيدات لي ما كما كتشوفوا الورقه، سجلات لي طاطات، صيفطت بهم الفلوس. طاليان غادي تعيش بخير، راه خطاك، راه هبط الكومونتيرات، هبط لهاد الفيديو هذا، هبط لي كومونتير وقراو الكومونتيرات كي كتبوا المغاربه اللي في طاليان. غادي لطاليان، شوف راه ما الا ما درتيش مشاكل، راه ما كاينش اللي يديك، ما كاينش اللي يرحلك، ما كاين حتى شي حاجه، غتعيش بخير. وواحد الحاجه انا اللي لاحظتها في الجنوب، اللي لاحظتها في الجنوب، المغاربه اللي ما عندهمش الاوراق خدامين على المغاربه اللي عندهم الاوراق. يعني كتلقى مغاربه عندهم الاوراق ما خدامينش، وكتلقى مغاربه عندهم ما عندهمش الاوراق وخدامين. يعني هادشي اللي لاحظت، يعني المغاربه اللي بلا اوراق خدامين اكثر من المغاربه اللي بلا اوراق، اللي خدامين اكثر من المغاربه اللي بالاوراق. صافي خوتي، اللي داير شي فكره في راسو راه الطاليان ولا شي حاجه، خوتي راه نقول لكم الطاليان راهم ناس مزيانين، شعب الله يعمر ليهم الدار، شعب موت ديال المزيانين. البوليس ما غيهضرش معاك، كون غير مزيان، سير غير مع جنب الحيط، والله لا هضر معاك شي واحد حتى يسهل عليك الله، حتى تصيب الاوراق. صافي خوتي، كما كان هذا الفيديو هذا خفيف ظريف درناه، نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، وبيس ليكم، راكم عزاز عليا، ورمضان مبارك كريم. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى ان شاء الله. بيس ليكم كاملين، العز.